نروح نكمل أخبارنا مع حضراتكم النهاردة في مهرجان اسمه تراث الفيوم، مهرجان جميل جدا بيضم معرض للحرف التراثية زي منتجات الفخار ومنتجات الخوص ومنتجات الحرير اللي هي المنتجات والبواد الخام اللي احنا مشهورين بيها جدا، بجانب تنظيم عدد من الورش الخاصة بالحرف اليدوية ودورها كمان في التنمية السياحية. بس خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور وحيد عمران منسق مهرجان تراث الفيوم، بنرحب بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك استاذه بسنت، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير بالساده المشاهدين. يعني حابين حضرتك تكلمنا عن فعاليات وانشطه مهرجان تراث الفيوم. مهرجان اقامته كليه السياحه والفنادق جامعه الفيوم بالتعاون مع قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه بجامعه الفيوم. الغرض من المهرجان كان بمثابة الحجر اللي بنحاول يعني ان احنا يعني تبنوه، المياه الراكدة اللي موجودة في موضوع التراث نحاول نحرك المياه الراكدة. جرس انذار للحرف التراثية الموجودة في محافظة الفيوم المعرضة بشكل كبير لخطر الانقراض. شارك معنا في المهرجان مجموعة من الخبراء والأكاديميين، رجال الصناعة الموجودين في غرفة الحرف والصناعات اليدوية بوزارة التجارة والصناعة، ممثلين من وزارة البيئة، ممثلين من وزارة الثقافة. كان في معرض للحرف اليدوية، حاولنا أن احنا نجمع عدد كبير من الحرفيين في محافظة الفيوم ونعمل جلسة نقاشية بحيث نناقش المشكلات والمخاطر اللي بتتعرض ليها الحرف التراثية في محافظة الفيوم وأهم المشكلات اللي بيعاني منها الحرفيين. تركزت أهم المشكلات. طب قبل ما نتكلم على المشكلات اسمح لي معلش المقاطعة، عايزين نعرف كده السادة المشاهدين تراثنا الجميل الموجود في الفيوم. يعني احنا عندنا مبدعين في الفيوم في حرف كتيرة، ايه هي أهم هذه الحرف اللي بتشتهر بها محافظة الفيوم وأبناء محافظة الفيوم؟ الفيوم محافظة غنية جدا في تراثها، تراثها سواء المادي أو تراثها غير المادي. الحرف التراثية بتمثل ركيزة أساسية في محافظة الفيوم. مجتمع الفيوم مجتمع خليط بين المجتمع البدوي والمجتمع الزراعي أو الريفي والمجتمع المدني، فكل طائفة من أطياف المجتمع ليه الحرف اليدوية الخاصة به. الفيوم أشهر وأنجح قصة نجاح كقرية تراثية في مصر للحرف التراثية موجودة في قرية تونس. صحيح. بمحافظة الفيوم. قرية تونس مشهورة جدا بالخزف والفخار، بيتعمل مهرجان سنوي عالمي في قرية تونس. بجانب قرية تونس في حرف كتير موجودة في محافظة الفيوم، في قرية دتيا مشهورة بالنسيج اليدوي، في قرية النزلة مشهورة بالفخار، في العلام، في الكعابي مشهورين بالسلال والخوص. لكن رغم الثراء في الحرف التراثية اللي موجود في المراكز الحرفية في محافظة الفيوم إلا أن احنا عايزين نعمل نماذج أكتر زي قرية تونس، عايزين يبقى قرية النزلة نموذج ناجح للحرف التراثية، عايزين نعمل كل قرى أو المراكز الحرفية الموجودة في محافظة الفيوم تبقى مراكز ناجحة للحرف التراثية. فإحنا حاولنا أن احنا نقرب وجهات النظر بين الحرفيين وبين رجال الصناعة. المشكلة الأكبر يا أستاذ محمد أن قطاع الحرف التراثية أو الحرف اليدوية في مصر بيسيطر عليه يعني منظمات حكومية مختلفة، بمعنى أن وزارة التجارة والصناعة عن طريق غرفة الحرف والصناعات اليدوية بتمثل في دعم الحرف التراثية، وزارة الثقافة بتمثل في دعم الحرف التراثية، وزارة التضامن الاجتماعي نفس القصة. فما فيش منظومة واحدة حكومية بتحط السياسات أو بتضع السياسات والخطط وخطط التدريب. صحيح. الخاصة بالحرف التراثية في مصر. جميل. فعلشان كده كان من ضمن أهم توصيات المؤتمر أو أهم توصيات المهرجان أن يبقى في منظومة حكومية واحدة تنسق ما بين كل الجهات، تنسق بين جميع الجهات. جميل. طيب حضرتك اتكلمت في البداية على أن المهرجان كان بمثابة يعني الحجر اللي حرك المياه الراكدة، الإقبال من المستثمرين على العارضين في المهرجان كان عامل إزاي؟
كان في يعني احنا عملنا دعوه لرجال الاعمال الموجودين في محافظه الفيوم، مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب الموجودين في محافظه الفيوم، ممثلين زي ما قلت لحضرتك من وزاره التجاره، من وزاره الثقافه، من وزاره البيئه، وخرجنا بمجموعه من التوصيات. حاولنا ان احنا ندعم الحرفيين بشكل كبير. كان اهم مشكلات الحرفيين قله التسويق. التسويق صحيح. بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا. التسويق الداخلي والتسويق الخارجي هو المشكله الاكبر. فحاولنا ان احنا ندفع مع رجال الاعمال ورجال الصناعه ان يتعمل برامج تدريبيه للحرفيين، لان يبقى عندنا مشكله اكبر ان اللي بيمارس الحرف التراثيه في الفيوم هم الشيوخ. ما عندناش جيل جديد من شباب الحرفيين بتمارس الحرف. فكنا مهتمين بشكل كبير ان احنا نعمل برامج تدريبيه يشارك فيها رجال التجاره والصناعه عن طريق جامعه الفيوم، ان احنا يبقى في ورش وحاضنات للحرف التراثيه في جامعه الفيوم، بحيث ان احنا نخلق جيل جديد من شباب الحرفيين. نعمل منصه الكترونيه واحده، منصه الكترونيه واحده لمحافظه الفيوم، يبقى فيها تسويق للحرف التراثيه عن طريق جامعة الفيوم. كل ده مجموعة من التوصيات اللي خرج بيها المهرجان واللي رفعناها لرئاسة جامعة الفيوم، وإن شاء الله في القريب العاجل يتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل كبير، لأن كل الجهات المعنية كانت حطينا كل الجهات المعنية قدام التحديات. وده شيء عظيم جدا زي ما حضرتك قلت، فكرة التسويق دي فكرة مهمة جدا، تسويق هذه المنتجات. وعايز أسأل حضرتك كمان على فكرة ما يعرف بالصناعات الثقافية والإبداعية، وده مفهوم يعني بدأ ينتشر بشكل كبير جدا عالميا، إن أنا أقوم بتحويل مثل هذه المنتجات والحرف التقليدية إلى قيمة مضافة للاقتصاد. إزاي ممكن أستفيد بهذه الإبداعات الجميلة وتبقى فعلا قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد؟ كلام حضرتك مظبوط أستاذ محمد، لأني للأسف ما زالت قطاع الحرف التراثية والحرف اليدوية في مصر، يعني الصادرات من الحرف اليدوية في مصر 2023 250 مليون دولار، في حين دولة زي الهند الصادرات بتاعتها 3 مليار دولار. فأصبح السائح حاليا بيجي، يعني احنا لما عملنا استبيان في قرية تونس في الفيوم، اللي هنا اغلب الزوار سواء المصريين او الاجانب اللي بيجوا قرية تونس، هم بيجوا 90% منهم بيجي علشان حرفة الخزف والفخار، عشان يشتروا خزف وفخار من محافظة او من قرية تونس. فأصبح السائح غير مش مهتم بالشكل الأساسي عشان يزور المقابر والمعابد والكلام ده، عايز يتعرف على ثقافات الشعوب، عايز يعيش العادات والتقاليد والاحتفالات الشعبية الموجودة في المجتمعات المحلية، عايز يشتري الحرف اليدوية الموجودة في المجتمعات المحلية. فده الجديد في قطاع السياحة. فعلشان كده لازم الحرف التراثية نعظم من القيمة بتاعتها، نحاول ان احنا نعمل لها ماركتنج بشكل كبير عشان تبقى عنصر جذب سياحي مهم، يضاف الى كمنتج سياحي مهم لخريطه السياحه المصريه. طيب دكتور، هو المهرجان بيتم تدشينه بشكل منتظم ولا ليه مواعيد مختلفه؟ يعني هل بيتم تدشينه في بشكل منتظم كل عام من هذا الوقت من كل عام ولا لا؟ ده يا فندم النسخه الاولى من المهرجان. يعني برضو من ضمن التوصيات الخاصه هتعملوه تاني السنين الجايه باذن الله. هيبقى لي كل سنه يقام المهرجان في شهر مارس، في شهر مارس، وان يبقى في مشاركه من كليات السياحه والفنادق في معظم انحاء الجمهوريه، ويبقى في مشاركه اكبر من الوزارات المعنيه بالتراث عامة وبالحرف التراثية بشكل خاص، لأن المهرجان في الفترة دي كان البراند بتاعه أو السلوجان بتاعه الحرف التراثية، وإزاي نتخطى التحديات والمشكلات اللي بتتعرض ليها الحرف التراثية في محافظة الفيوم. جميل. وإزاي نوجد الحلول بشكل كبير. فالمهرجان ده النسخة الأولى منه، ولقى صدى واسع جدا واهتمام كبير جدا من القيادات المحلية في محافظة الفيوم ومن الوزارات المعنية. وإن شاء الله نجاح المهرجان ده شجع جامعة الفيوم أن يبقى المهرجان بشكل سنوي، وأن يبقى بشكل أكبر، وأن ممكن يتعمل خارج جامعة الفيوم، ممكن يتعمل في
قرية تونس في أحد القرى المعنية بالحرف التراثية. طب عايز أسأل حضرتك دكتور وحيد، يعني دايما في مخاوف كده من أن بعض الحرف التقليدية تنقرض، مهددة بالانقراض، لأنه زي ما بيقولوا كده بالبلدي الأسطوات الكبار فيها ما بيورثوش الصنعة أو سر الصنعة لأجيال جديدة، غير أن الأجيال الجديدة كمان بيبقى عندها عزوف شوية عن تعلم مثل هذه الحرف التقليدية. في النقطة دي تحديدا بتعملوا إيه، أو إيه هي الجهود عشان نحافظ على خلق أجيال جديدة حريصة أنها تمارس هذه الحرف التقليدية المهمة؟ ده سؤال ممتاز جدا استاذ محمد. ده المشكله الاكبر في موضوع الحرف التراثيه. يعني على سبيل المثال، يعني انا في المحاضره بتاعتي عملت مقارنه بين القريه الاشهر والانجح في مجال الحرف التراثيه اللي هي قريه تونس في الفيوم، وقلنا يا ريت كل المراكز الحرفيه في مصر تبقى نموذج لقريه تونس الفيوميه. وحطيت او وضعت المثال للاسف فاشل زي مدينة أخميم والنسيج اليدوي. الحرير. النسيج اليدوي في أخميم. للأسف أخميم مشهورة جدا بالنسيج اليدوي من العصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني، ولا يخلو متحف من متاحف العالم من قطعة نسيج من أخميم. اتبنى قرية للحرفيين أو القرية للنساجين في مدينة أخميم عن طريق المعونة الكندية. القرية كانت شغالة جدا وعنصر جذب سياحي مهم جدا من 2003 ل 2011، لكن بعد الثورة انهارت الحرفة بشكل كبير وأصبح مفيش جيل جديد من الحرفيين أو من النساجين. فخلق جيل جديد وإنشاء جيل جديد من الحرفيين ده التحدي الأكبر لمجال الحرف التراثية. احنا عندنا مشكلة كبيرة في الحرف التراثية تتمثل في إن شاء الله مهرجان تراث الفيوم يقدم لنا أجيال جديدة. بشكرك شكرا جزيلا، وبنبارك طبعا نجاح الدورة الأولى من مهرجان تراث الفيوم. دكتور وحيد عمران كنت معانا على الهواء، منسق مهرجان تراث الفيوم.